57 قدرت مرة تاني تجذب نظر مؤسسات صناعة الطب في العالم الى انه في هنا حاجة بتشتغل، وتقول ان احنا عندنا رؤية وعندنا هدف وعندنا تنفيذ وعندنا طموحات وعندنا مراحل وعندنا مستويات، وقادرين ان احنا نجمع خبرات مصرية، وقادرين ان احنا نقف ند وجنب الى جنب مع مؤسسات طبية عريقة في العالم، وقادرين ان احنا نتحول من تقديم خدمة استهلاكية لعلاج سرطان الاطفال الى صناعة بحث علمي يستكشف الامراض المستعصية والجزئيات المستعصية في سرطان الاطفال. نصيحة للوطن، لكل انسان مخلص يريد ان يرى نموذج مصري رفيع يعيد تقديم ارادة وعقلية الانسان المصري في صناعة نجاح، هنا المكان ده 57 كلمة تتحول لقيمة، تبقى مؤسسة تصنع حضارة.